ممكن حتى اختلف مع المجموع في ديني وان اعيش حياه كريمه كما نفعل الان، نعيش هنا في النمسا ونشعر بفرديتنا واستقلالنا وكرامتنا على اننا مسلمون، اليس كذلك؟ ففي قوم او في بلد اغلب سكانه من المسيحيين ولا نشعر بضغط هذا الاختلاف الفاقع من ناحيه مليه او دينيه. لماذا؟ هذه فضائل الدوله الحديثه التي تسميها العرب خطا الدوله المدنيه. على فكره كلمه دوله مدنيه هذا مصطلح لا يعرف الغربون، ما فيش اسمه دوله مدنيه، هذا من تاليفات العرب المعاصرين. دوله مدنيه يقول لك ما في دوله مدنيه، في اسمها الدوله الحديثه، دوله مواطنيها، دوله هذه اسمها الدوله الحديثه، نيو ستيت، الدوله الحديثه. هذا كلام لم يكن معروفا. الان طبعا المسلم في الشرق وفي الغرب يدرك تماما ان الحقوق مقدمه على ماذا؟ الواجبات، في نوع من من تضخم الخطاب الحقوقي، الحقوق، حقوق الانسان، حقوق المراه، حقوق الطفل، حقوق البيئه، حقوق حقوق حقوق. هذا نموذج بيرادايم مختلف، هذا يوجهك دون ان تدري. لذلك الان مثلا ينشط المفكر المسلم لا شعوريا متاثرا بهذا النموذج الارشادي، يعيد قراءه النصوص الدينيه، يعيد قراءه المدونات الفقهيه والعلميه والتفسيريه جميعا تقريبا لكي يؤكد ان الاسلام يفي بشرط اعطاء ماذا؟ منظومه حقوقيه. هذا لم يكن مفهوما ولا متعاطا معه بهذا الشكل، بل كان منكورا منكرا تماما ايها الاخوه في القرون الوسطى، على انه لم يكن اصلا معروفا حتى ينكر. الان اصبح شيئا عاديا، ومش عادي، انتبه. بمعنى بمقدار انت فعلا ما تتسع خلفيتك المعرفيه وطريقتك في القدره على التحليل والتركيب، يعني ان تكون مفكرا فيلسوفا، لا مفكرا يعني تقليديا، بل مفكرا تتمتع فعلا بلياقات فيلسوف، تستطيع ان تدرك النموذج الذي تتحرك في خلاله او في اطاره او من ضمنه او في ضمنه، وبعد ذلك تنتج خطابا اسلاميا يمكن ان يفي بشرط ماذا؟ الانهاض والتحريك اللي ممكن يجعل من هذه الامه ان شاء الله خير امه الان اخرجت للناس، وهي الان ليست للاسف يعني وافيه بهذا المعنى. اشياء كثيره يمكن ان تقال. على كل حال كلامي هذا يعني يلخص في نقاط في الاخير، وهو دعوه إلى أن يوسع المفكر المسلم والفقيه المسلم والمثقف المسلم أن يوسع دائرة معارفه وثقافاته. علينا أن نقرأ ونقرأ ونقرأ ونقرأ، وعلينا أن نقارن أيها الإخوة، وعلينا أن نتحاور وأن نلتقي باستمرار مع الشرق ومع الغرب، مع المسلم وغير المسلم أبدا، وأن تنفسح صدورنا، وأن ندرك أيها الإخوة أنه باستثناء الأصول وهي قليلة جدا التي هي مناط النجاة، الأمر رهن ماذا؟ رهن الاجتهاد، كل شيء قابل للاجتهاد باستثناء أشياء بسيطة وهي بسيطة جداً جداً. أنا ما أسميه دائماً الاقتصاد في الاعتقاد. يا ليت هذه الأمة تفقه هذا والله وتقتصد في اعتقاداتها لكي تفرغ لفهم لفهم كيف تنمي وتبارك دنياها وتعمرها. والله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل.